السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين الاتحادية الجزائرية يراهن مستقبل المدرب السابق، يعني التدريبي. ما القصة؟ ما هي القصة؟ وين يواجه المدرب الجزائري السابق خطر الوقوع في ورطة حقيقية بسبب عدم فسخ عقده بشكل رسمي مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم حتى الآن؟ الناس قارية قانونا، الناس قارية قانون، الناس عارفة واش يدير. قالوا له ورواح، أنا نهار الأول قلت له، قال لك الغدوة إن شاء الله، قال لك كيما اليوم لقى صادي وما تساهمش مع صادي، نقلب فيها الدرت وما تساهمش، وراح وقال له 24 ساعة ونعاود نولي. أنا فما قلت له غادي نجيك من التالي، ديت 3 شهور تاعك ولا 4 شهور اللي قالوا لك عليها، المكتوب اللي قالوا لك عليه، وروح فسخ العقد تاعك وروح روح خدم. بالك تعيط لك بليزي ضايب لا اونترينر، بالك تعيط لك، بالك تعيط لك السعوديه، بالك تعيط لك، يعني بالك تعيط لك، تعيط لك اي منتخب، بالك تعيط لك نيجيريا، بالك تعيط لك كوت ديفوار، بالك يعيطوا لك تونس. يعني روح خدم، الله يسهل عليك. انا مين تنجح؟ انا انت تنجح روحك وتبين بلي انت راك ناجح، مش فاهمني. لكن انت اختاري الطريق، هذوك اللي ريوا عليك، هذوك جماعتك اللي ريوا عليك، هذوك اخر اهتمام نتايا عندهم، اخر اهتمام. هذوك يلعبوا بيك، هذوك يحوسوا يلعبوا، يلعبوا باسمك، يحوسوا يربحوا اطول وقت باسمك. هذا مكان دخلينك في حيط. وين يواجه هذا المدرب خطر الوقوع في ورطة حقيقية بسبب عدم فسخ عقده بشكل رسمي مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم حتى الآن؟ وكان وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري للفاف قد أعلن بعد الإقصاء المنتخب الجزائري من كأس أمم إفريقيا 2024 والخروج خرجت البعير عن تواصله إلى اتفاق مع ودي مع هذا المدرب بشأن فسخ عقده وديا، ولكن هذا الأمر لم يتجسد على أرض الواقع بسبب عدم فك المدرب الجزائري ارتباطه مع الفار، ولم تسفر مفاوضات فسخ العقد بين الطرفين على أي نتيجة تذكر، ما دفع بالمدرب للمغادرة الجزائر إلى مقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة، وهو ما أجبر الهيئة الكروية الجزائرية على نشر بيان أكدت فيه أنها طوت صفحة هذا المدرب وستستعني يعني وتسعى للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الخضر. خاطر غادي ما يقعدوش يقالوا له أنتم على حساب معطاوي يهدر، على حساب هذوك الدانت اللي يهدر، ويقعد يقارعوا له، ماليش يقارعوا له. ونشرت الباب بيان آخر أعلنت فيه عن تعيين لجنة ستشرف على تعيين المدرب الجديد، وذلك وسط وجود أخبار تتحدث عن حق هذا المدرب في اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على باقي مستحقاته والتي يضمنها له عقد المستمر حتى عام 2026. أنا اليوم شاهدنا مع القاوي اللي خطرا يهدر، قال لهم عيب عليكم تقولوا باللي مدرب وقع عقد ما فيش اهداف. قالوا له وين الاهداف؟ قال لهم لا كوب دي موند، يا ودي كوب دي موند 10 تاع الناس يروحوا، وانا نغارونتيكم كو قعد هذا المدرب بهذه العقليه اللي تمشي بها المنتخب الوطني وهذه العقليه اللي يمشي بها واللعابه يعني بدون تركيز، والمدرب ما راش يركز، ما كاش تركيز في راسه، ما كاش والله ما تروح كوب دي موند، نغارونتيلك والله ما تروحوها. أنا أقول هكذا. وإذ كان المدرب قادر على وضع الاتحاد الجزائري أمام مشكلة حقيقية في حال لجوئه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لمطالبة الحصول على جميع رواتبه إلى غاية ديسمبر من عام 2026 بسبب عدم استقالته من منصبه بشكل رسمي أو فسخ عقده، فإن الهيئة الكروية الجزائرية يمكنها أيضا وضع مدرب في ورطة حقيقية لدى الفيفا. ما هي الأسباب؟ هاي
وبحكم أن هذا المدرب لم يفسخ عقده حتى الآن، لم يستقيل ولم يقال، فإنه ما زال بعد على الورق موظف لدى الاتحادية الجزائرية. وين هذا المدرب وين يعتبر على الورق موظف لدى الاتحاد الجزائري، وهي الحجة التي قد يستخدمها الاتحاد لحرمان هذا المدرب من إشراف على أحد الفرق أو المنتخبات المهتمة بالحصول على خدماته. احنا ما زلنا ما شفناش يعني ولا مدرب يا مايلي، ما كاش ايكيب، ما زعما ما كاش، ما عندوش اتصالات. حسب الهيصر لو كان الهيصر راه سامع بلي عنده اتصال كرم غير هو 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 وهي كدي لهم بلي تقول لهم البارسا ولا ما يامنوش، خاطر عارفينو بلي ما ماشي صح. كتقول لهم ليجيريا ما يامنوش، كتقول لهم مصر ما يامنوش، تقول لهم السعوديه ما يامنوش، تقول لهم قطر وما يامنوش. هذه هي ويمكن الاتحاد الجزائري ان يلجا هو الاخر الى الفيفا وتقديم شكوى او التحفظ ضد هذا المشرف، اذ ما تولى هذا الاخير اشراف على تدريب نادي او منتخب اخر مستقبلا بحجه انه يعني مثل ما يلقب لا يزال مرتبط بعقد رسمي مع الفار. وعلى ضوء هذا المعطيات فان المستقبل التدريبي لهذا أصبح بيد الاتحاد الجزائري بموجب العقد الذي يجمع بينهما، والحل الوحيد الذي قد يسمح له بالإشراف على الفريق أو منتخب آخر هو فسخ عقده مع الفار بأي صيغة كانت، ودية أو إقالة أو استقالة أو من مواصلة مشواره المهني من دون مشاكل. وبعيد عن مشكلة هذا المدرب، يتوقع أن يعلن الاتحاد الجزائري خلال الأيام القليلة القادمة عن اسم المدرب الجديد للمنتخب الجزائري والذي سيشرف على رفقاء رياض محرز خلال المرحلة القادمة. هذه هي ما يعني وين بدأت اللجنة المخصصة للمكلفة بدراسة الترشيحات لمنصب مدرب المنتخب الوطني الجزائري الجديد، يعني الدراسة تاعها بدأت. سبحان الله، صحيح انتوما راكم حاسبين انتوما غادي يقعدوا انتوما يقارو ويشوفوا يا ودي راكم غالطين. قرايتكم كاع غال متالي كاع، راكم داخلين في حيط، مدخلين الناس معكم ساكن في حيط، والله لم دخل الناس في حيط معكم. أنا أقولكم هذه نقولها لكم متعليقة، أنا زي تخدم خويا، أنا زي تخدم أيك. ولينا سيد خدم معنا سبقين كمشي سامين ثم برك هذو هنا يا دان هذو كالي مسكين كالي مسكين. لازم أنا أقول لك لازم تكون طوالات اللي يجي يفرغ فيك، لكم صار لكم كي طوالات هذو لما يتبعوا كيما هذا مسيلة من الكذب أدين واحد الريسان، واحد الريسان سيبهم يشوفهم طوالات، يعني كيما يهدر كيما يفرغ كيما يدير نورمال عادي، ما كاش كاع إشكال يأمنوا قاعد نورمال. ريسان تاع طوالات يشوفوا فيكم هذو هذ العصابه هذه تشوف فيكم ريسان تاع طوالات، والناس مأمنه كل تيبه ما شاء الله، يعني تا يخرج دلما سمعوا هزيج هزيج في المدرجات قاع يعيطوا على مدرب. تشوفوا كيما هكا تشوفوا برا تشوفوا في اليوتيوب ايه زين.
ما تكونش طوالات يا صاحبي، ما تكونش، انا نقول لك ما تكونش طوالات، ما تكونش. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.